السيد الرئيس، قبل التطرق إلى موضوعنا، تود مؤسسة السلام مع أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية أن تشير إلى فرض سلطة البحرين حصارا تعسفيا وغير مبرر على منطقة الدراز وتهديد المعتصمين حول منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم بعد أن أسقطت جنسيته قبل 6 أيام، رفضا لهذه الإجراءات التي تحمل طابعا انتقاميا وحماية لحق المجتمعين سلميا. ندعو البحرين، حكومة البحرين، لعدم استخدام العنف ضد المجتمعين حول منزل الشيخ عيسى أحمد قاسم والتراجع عن إسقاط جنسيته، كما نود أن نسترعى انتباه المجلس إلى الدورة الثالثة للاستعراض الدولي الشامل المقبل للبحرين، في حين تقوم العديد من الدول قبيل استعراضها الدوري الشامل باتخاذ الخطوات النهائية نحو الالتزام بتوصيات الدورات السابقة وتطبيقها. نرى اليوم البحرين تتخذ خطوات تتجاهل توصيات هذا المجلس وتبعدها عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. خلال الدورة الثانية لاستعراض البحرين، سعت المملكة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على القيود على الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والحريات الدينية والثقافية، فأصبحت جميع أشكال المعارضة والاحتجاجات غير قانونية. وخلال الشهر الحالي قامت الحكومة باستهداف نشطاء حقوق الإنسان بفرض حظر سفر عليهم أو اعتقالهم تعسفيا مثل نبيل رجب، وأغلقت الحكومة جميع جمعية الوفاق وضاعفت عقوبة السجن ضد أمين عامها الشيخ علي سلمان. والأكثر مدعاة للقلق هو إسقاط جنسية الزعيم الروحي لغالبية السكان في البحرين الشيعة الشيخ عيسى أحمد قاسم، مما أدى إلى ملء شوارع البحرين بالآلاف من المتظاهرين السلميين في أعداد لم تشهدها منذ 2011. تتعارض الخطوات التي تتخذها البحرين بشكل مباشر مع الأكثرية العظمى من 158 توصية التي قبلتها في الدورة الثانية لاستعراض الشامل.